لوحظ في الآونة الأخيرة زيادة الاهتمام بعيد الميلاد مثل شراء الكيك وتوزيعه والتبريك والتهنئة. والله أنا قلتها أكثر من مرة، أنا أقول يعني عيد الميلاد هذا ما يسمونه عيد الميلاد هذا، طبعا لا شك أنه لم يفعله النبي ولا الصحابة ولا غلط هذا الأمر ولا يجوز. وبالنسبة للكبار يعني بالعكس، أنا أتصور يعني يسوي له بدال عيد ميلاد يوم حزن، لأن كل يوم قاعد نكبر قاعد نقرب للقبر. يعني أنا الآن الآن قريب من 60، معناته بديت بالعد التنازلي الآن، كلما ذهب يوم نقص من عمري الآن، خلاص بديت العد التنازلي. أعمار أمتي بين 60 و70، فالمفروض الإنسان كل ما زاد سنة يقول عظم الله أجرك، أسأل الله يعينك، يلا شد حيلك، يلا باقي الأيام عاد اقترب من الله أكثر، ابتعد عن المعاصي، تب إلى ما يفرحون فيه يعني إن بلغ هذا العمر، لكن حزن مفروض حزن مناحة المفروض يعني في الإنسان إذا تجاوز عمرا معينا.